قديس بولس الرسول بيقول النهارده: إني أظن أن آلام هذا الزمان الحاضر لا تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فينا. لا أظن أن آلام هذا الزمان الحاضر تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فينا. دي أعظم فلسفة للمسيحية كلها. آلام هذا الزمان دي حقيقة، شوية ألم، شوية تعب، يمكن بسيط، شوية أصوام وصلوات تسامح تغفر، تحب عدوك، تصلي من أجل عدوك، شوية آلام. عند القديسين زي النهاردة الشهداء زي ما سمعتوا يترموا في السجن، يتعذبوا، مش احنا مش قد كده يمكن، لكن برضه شفنا في أولادنا في هذا الزمان كتير منهم تألموا. أبونا دوت في اسكندرية واقف خدم وأمين جدا ومخلص جدا لربنا وبيحب جدا ربنا، وعشان هو مخلص جدا عايز يطمن على كل ولد وبنت يركب الأتوبيس، وآخر واحد وجي واحد ضربه من أجل أن هو أبونا، من أجل أن هو لابس صليب، من أجل أن هو بيحب ربنا، من أجل أن هو بيحب الأبدية، ولحظة ألم وخلاص وراح السماء. لكن غيره دخل السجن، وغيره اتحبس زي شهداء ليبيا وتعذب، لكن تمسك بالإيمان الصحيح. درجات مختلفة جدا من أولاد ربنا وبنات ربنا، لكن الكل مدعو لهذا المجد العظيم. لا أظن أن آلام هذا الزمان الحاضر تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فينا. ليه إحنا مش بنفكر في هذا المجد؟ مجد عظيم جدا بينتظرك ويستناك. إحنا هنا على الأرض بنهرب من المجد الأرضي، وبنهرب من الناس تكرمنا، صحيح، لأنه هو لألا يعني نستوفي أجرنا. لكن أنت إيه المنع أبدا أنك تفكر كتير أن منتظرك في الأبدية مجد عظيم جدا. أبونا ده في بستان الرهبان، أبونا ده كان في ساعة نياحته، وشيء جميل جدا كان الأباء الرهبان يجتمعوا حوالين الراهب اللي بيتنيح، ودي شفناها بنفسنا كمان، يعني عصرناها بنفسنا في أيامنا دي، وموصوفة برضو في بستان الرهبان. فاللي حوالين أبونا دوت بيحبوه جدا، متمسكين به، لكن بيتألموا إن هو هيمشي خلاص وهيسيبهم، عاشوا معاه عشرات السنين، تعلموا منه وشافوا عمل ربنا، لكن عمل تصرف غريب شوية. وهو نايم كده على فراش الموت ضحك مرة، وبعدين ضحك مرة تانية، وضحك مرة تالتة. فبيسألوه: بتضحك ليه؟ احنا مش فاهمين حاجة، يعني انت ضحكت 3 مرات. فأول مرة أو أول ضحكة قال لهم: أنا ضحكت لأن شايفكم خايفين من الموت، من لحظة الموت، مضطربين منها جدا. طب والمرة التانية؟ قال لهم: أنا بضحك المرة التانية لأن شايف إن كنتوا خايفين من الموت بس ما استعدتوش ليه. يعني الموت موجود ومخيف بس محدش بيستعد ليه. والمرة التالتة لأن رايح السما فرحان. فضحك 3 مرات بثلاث معاني مهمة جدا جدا، والكلام ده ينطبق علينا يا أحبائي. إحنا فعلا بنخاف من الموت، وإحنا فعلا مش بنستعد كويس أبدا للحظة دي، وبعدين إحنا عايزين نفرح بلقاء ربنا يسوع. لا أظن أن آلام هذا الزمان الحاضر تقاس بالمجد العتيد أن يستعلم فينا. هقولها بالألماني عشان تفهموا. لقى باولوس هات سو جزاكت إش كلاوبا نيشت dass die Schmerzen unserer Zeit vergleichbar mit der Gloria und Ehre und Ruhm, was wir im Himmel bekommen werden. يعني مهما كانت الآلام هنا على الأرض بسيطة، مش فيك كتير من القديسين كانوا بيتحبسوا باليوم والأسبوع والشهر وساعات سنين، محبوسين ظلم تماما، وهم محبوسين مش قاعدين في راحة، بيتألموا. ولكن الأيام دي فين؟ لما نشوفهم في السماء النهاردة فرحانين ومتعزيين. يقول: طب فين ألام تعبكم؟ فين أوجاعكم؟ فين الأيام؟ وكله قصة خلاص. لو سألت أي حد من اللي عدت وانتهت أيام ألمه يقول لك: لا دي كانت قصة وانتهت، دي ساعات كانت بسيطة أو لحظات احنا حسبناها لحظات، لكن هي انتهت بمجد لا ينطق به ومجيد. لا أظن أن ألام هذا الزمان الحاضر
تقاس بالمجد العتيد أن يستعل، في مجد كبير جدا بينتظرك. تقول لي أنا ما شفتش حاجة من مجد دوت، أقول لك عيش بالروح فتأخذ عربون الروح. وده هنا أسرار كتيرة، الإنسان اللي عايش بروح ربنا والعايش بالصلاة وعمق الصلاة، العايش في الإنجيل جوه الإنجيل، اللي بيعيش الوصية هيتمتع، هياخد هنا على الأرض، وده وعد ربنا، عربون ملكوت السماوات. يعني ايه عربون؟ انت لما تشتري بيت واخبالك او هتقبض طمن حاجه كبيره، الواحد يديلك في له عربون مثلا من المليون، يديلك مثلا 1000، فبتدوق طعم الحاجه دي اسمه عربون، عربون ملكوت السماوات، زي انصارون كده اوف دويتش يعني. فالواحد ياخد حاجه من مزقه الملكوت. وكتير جدا من الناس سابوا الدنيا واستهانوا بالالام من اجل مزقه الملكوت. مش ده واحد كان مستخبي هو وقت استشهاد القديسين في سباستيا، واخد مستخبي وشاف الاكاليل المعده. هو ما شافش مجرد اكليل بيتحط وخلاص، لا، هو شاف ما وراء الاكليل، هو شاف الملائكه، شاف القوة الروحانيه اللي قدامه، شاف المجد اللي نازله بيه الملائكه. طبعا مجد رهيب جدا جدا، ودخل كمان اندفع وخد هو كمان اكليل الشهاده في آخر لحظات حياته. فالإنسان بيبقى قدامه هدف بيوصل ليه. لا أظن أن آلام هذا الزمان الحاضر تقاس بالمجد العتيد أن يستعلن فيه. ما تضيعش وقتك، جاهد من أجل ربنا ولو جهاد بسيط. ابدأ بجهاد بسيط، ابدأ بترك بسيط، اترك حاجة من أجل ربنا. سيب راحة شوية وقم صلي، سيب كرامتك واعتذر للآخر واغفر، سيب راحتك وروح افتقد او اخدم الاخرين، قدم السبت عشان تلاقي الحد. طبعا قدم السبت عشان تلاقي الحد، السبت هنا شويه تعب بسيط. يعني لو النهارده كل احلام الناس اللي عايشه في الهوا مثلا في النمسا هنا كله، حتى تلاقي واحد عنده 85 سنه ويروح الترافيك كل يوم بجهاد ونشاط شديد، يدفع الأيرو المتين وياخد لطه، مش كده؟ يقول لك أنا عايش عمره كله مستني إن أكسب المليون أو أكسب أي مبالغ زي كده يعني. فهو عايش عمره كله مستني إن يفهم الألام، حتى لو عنده 85 سنة وفقد تذوق الطعام الجميل وفقد كل حد دي، لكن برضه هو عايز يكسب، وعايش عمره كله مربوط بهذا الوهم اللي هو هوى. طب ده وهم، وحتى لو خد مليون هيعمل بها إيه؟ لا يعرف يركب طيارة ولا يعرف يشتري يخت ولا حاجة، لكن هو عايش في هذا الحلم عمره كله. بس احنا ما عندناش حلم، احنا عندنا حقيقة ان احنا كل كلمة بتقولها من اجل واحد صغير ربنا بيحطها ويكبرها لك خالص ويدخلك بها السماء. ده قال كده كأس ماء بارد من اجل احد هؤلاء الصغار لا يضيع اجره ابدا عند ربنا. ان عملت اي عمل يفرح ربنا، ان ساعدت انسان مسكين، إن غفرت الإنسان في يوم شره، إن غفرت الإنسان بيكرهك لأنه عدوك، إن حبيت من كل قلبك، هتاخد هنا على الأرض عربون. يعني عربون يبقى عندك جوا كده شيء اسمه اليقين، أنت متأكد إن ليك مكانة في السماء، ومتأكد إن في مجد في السماء. كتير مننا يمكن ما دخلش في العمق دوت، فيحضر الكنيسة وزي ما بيحضر ويطلع زي ما بيطلع، يقول فين أنا مش شايف حاجة. فأرجوك إن ما كنتش شفت لسه، ما دخلتش في عمق فرح ربنا، خش مع القديسين وتمتع وشوف المذاقة بتاعت الملكوت. في مذاقة الملكوت، الواحد يدوق الملكوت على الأرض. عشان كده ربنا قال لهم ها ملكوت الله داخلكم، لأن الواحد يقدر يبدأ هنا يدور على هذا الملكوت. قسطينوس دوت يعني قال له بحثت عنك كتير في كل مكان ولم أجدك إلا داخلي. لكن هو قسطينوس دوت كان الأول بيتمتع أنه يبقى محامي كبير، فيلسوف رهيب جدا وعنده قدرة كبيرة على الكلام، ريتوريك يعني كده، ويوعى ويتكلم ويخطب، لكن كل دوت ما شبعوش. وده كل حاجة، ده الخطية وده الفلوس وده المجد والكرامة، ولكن لم يجد أبدا راحة في روحه، لأن روحه كان بتدور على ما هو أعظم من كده. وراح مرة بصلوات أم القديسة مونيكا، وكان بيوعظ القديس أمبروسيوس في ميلانو في إيطاليا، وهناك سمعوا بيتكلم، وسمعوا بيشرح سيرة القديس أنطونيوس، وسمعوا بيتكلم عن الرهبنة وترك العالم، سمعوا بيتكلم عن أمور روحانية كبيرة،
قلبه التهب بمحبة ربنا. وبعد شوية قال أخيرا وجدت اللؤلؤة الكثيرة الثمن، فباع كل شيء، باع شهوته. وحتى جات له في مرة اللي كانت معاه دي وكان خلف منها، قالت له بتخبط عليه عايزة أغسطينوس، قال لها أنت عايزة مين؟ أغسطينوس. قال لها أغسطينوس مات مش موجود. بالقوة دي، طب ليه الشهوة لم تلتهب فيه مرة تانية؟ ما هي دي اللي كان أخطأ معها، وهي دي وهي دي. لا، هو شاف مجد عظيم، مجد الملكوت، وشاف مجد ربنا، وداك في داخله حلاوة ربنا، عشان كده يقدر يقول الخطيئة لا. لو كان يوسف الصديق العبد اللي مرمي في السجون واللي مرمي في العبودية، لو كان يوسف ده ما كانش شاف مذاقة الملكوت كان يعمل ايه؟ كان هيخطئ طبعا، يقول انا ماشي حالي هعمل ايه؟ ما انا مش هقدر اقاوم الست ديت، هتوديني في داهية، هتعمل وتسوي. لكن لا، هو قرر ان هو يقاوم ويرضي ربنا، بس لانه ذاق الملكوت. مذاقة الملكوت جميلة، ومجد ربنا جميل. في مجد عظيم مستنيك ومستنيكي، تضيعه عشان ايه؟ عشان فلوس تستهدش، عشان شهوة هتروح وهتبقى صفر تماما. روحوا بصوا على الاجساد اللي في المقابر، فين شهوتهم؟ ولما تروح مقبرة وتزور مقبرة كده، قول لنفسك كده، وكتير مننا يحب يزور المقابر لان فيها وعظة كبيرة. ما كل الموجودين دول وتلاقوا اسماء كبيرة ورخام عظيم وتماثيل جبارة، وتلاقي كلام رهيب مكتوب عليه، لكن نقول له فين يا عم شهوتك؟ فين كرامتك؟ فين فلوسك؟ فين راحتك؟ فين أكلك وشربك؟ فين أصوامك اللي أنت سبتها؟ نقول لك، يقول إيه؟ يا ريتني أرجع تاني أقضي سنة أو ساعة أو يوم حتى أو لحظة أرجع فيها وأقدم توبة. أين هي شهوات الإنسان اللي ماتوا؟ أين هي عظمتهم؟ ملوك كانوا وأصبحوا تراب، ولا حتى نلاقي عظمهم النهاردة، مش كده؟ اختفى وسط التراب. إذن لو الأرض كلها فانية والدنيا كلها تزول، يبقى أنت بص أحسن لما هو باقي ولما هو غني ولما هو دائم إلى الأبد.